على بعد 200 كيلو متر براً من مرتفعات الجلالة، هنا الفيوم في المملكة الوسطى الفرعونية. تقريباً من سنة 1600 إلى 2000 قبل الميلاد حصل تحول رهيب في شكل الأرض موجود لحد النهاردة حوالين بحر يوسف والأراضي الغنية الزراعية اللي جنبه. الهرم ده بيحتوي على غرفة الدفن لفرعون إمنمحات الثالث، هو جنب المعبد الجنائزي المشهور اللي وصفه هيرودوت وعالم الجغرافيا الإغريقي سترابو بالمتاهة. وعلى بعد أمطار قليلة ده هرم اللاهون اللي بناه الملك سنوسرت الثاني، وكان حواليه قرية العمال اللي بنوا الهرم. الأرض في الفيوم شهدت تغيرات كتيرة على مر العصور، مسار النيل تم تحويله، والصحراء الجافة والمستنقعات الموبوءة بالتماسيح اتحولت لمئات الآلاف من الفدادين والأراضي الزراعية الغنية والخصبة. ومن ضمن التغيرات اللي شهدتها المنطقة كانت بحيرة قارون. من حوالي 2000 سنة قبل الميلاد الفراعنة وجيوش من العمال ورعاياهم حولوا فائض مياه النيل إلى واحدة من أكبر الخزانات الطبيعية في العالم لاستغلال المياه لري الأراضي الزراعية. كان في عصر المملكة الوسطى سعة الخزان اللي هو بحيرة قارون النهاردة 50 مليار متر مكعب من المياه العذبة. إذا كانت المياه قصة الفيوم، فإن أعظم فصول القصة تتكشف على حافة الأراضي الزراعية الرئيسية في مصر الحديثة. هنا وادي الريان على بعد ساعتين من جنوب القاهرة. في شلال طبيعي محاط بالصحراء وبيجذب المصريين والسياح من حوالين العالم. وادي الريان مكان ممكن تتمشى فيه وتستمتع بالحياة البرية وجمال المناظر الطبيعية. وممكن كمان تاخد مركب وتقدم في المياه الدافية. أو تنطلق في مغامرة في التضاريس في وسط الكثبان الرملية لحد ما توصل لوادي الحيتان. النهاردة شبكة جديدة من الطرق السريعة بتربط الفيوم بمساحات واسعة من الصحراء اللي بترتفع إلى الغرب على طول الطريق إلى واحد سيوة المبهرة. تمنمية كيلو متر غرب القاهرة على حافة الصحراء الشاسعة، الواحة دي بتقدم قصة عن الحياة في الماضي. المعابد القديمة المذهلة في مفترق طرق آخر فريد بين مصر والعالم.